البجعة البيضاء توبوليف 160، أخطر الأسلحة الروسية التي صنعت لمحو الولايات المتحدة من على الخارطة. في خمسينيات القرن الماضي وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، دخل قطبي العالم متمثلين بالمعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة في سباق تسلح. بعد أن أدركوا أهمية حرب السماء خلال الحرب العالمية الثانية وأثرها في معادلة الحرب، مما دفع بهم لتطوير طائرات عملاقة قادرة على قطع المسافات الطويلة والتحليق في ارتفاعات شاهقة وبوسعها حمل قنابل عملاقة وقنابل نووية. وخلال الحرب الباردة تلك، توصل المعسكر السوفيتي إلى صناعة قاذفة استراتيجية لا تزال تفرض كلمتها وهيبتها على السماء حتى يومنا هذا. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مراجعة تفصيلية للقاذفة المخيفة TU-160. المواصفات العامة والأداء. قاذفة قنابل سوفيتية استراتيجية أسرع من الصوت، دخلت الخدمة عام 1987 وتعرف باسم البجعة البيضاء ولدى الناتو باسم بلاك جاك. تتميز بأجنحة متعددة الأوضاع ومتغيرة الزوايا، حيث يمكن للطيار اختيار درجة انحناء الجناحين من 20 درجة وحتى 65 درجة، مما يرفع من كفاءتها في الإقلاع والهبوط وإمكانية الملاحة في أوضاع مختلفة. ويتكون طاقمها من 4 أفراد، أما أبعادها يبلغ طولها 54 متراً وارتفاعها 13 متراً، والمسافة بين جناحيها 55 متر، ويبلغ وزنها فارغ 110 طن، ووزنها بأقصى حمولة تسليح يصل إلى 285 طناً. يتم تشغيل البجعة البيضاء بأربع محركات توربينية من طراز كوزينستوف NK-32. تدفع القاذفة TU-160 بسرعة قصوى تصل ل 2 ماخ بمدى طيران يصل إلى 12300 كيلومتر بدون عملية التزود بالوقود في الجو، وتصل لارتفاع 16000 متر، وبإمكانها التحليق لمدة 15 ساعة متواصلة دون الحاجة للتزود بالوقود. القدرات القتالية للبجعة البيضاء. تحتوي قاذفة TU-160 على مخزنين داخليين يستوعب كل منهما 20 طنا من الذخائر. يتم تحميلها على قاذفات متحركة تحمل كل منها 6 صواريخ مجنحة من نوع خا-55 التي يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية جلوناس، ويمكنها حمل قاذف متحرك مخصص للقنابل النووية والقنابل الحرارية العملاقة والصواريخ الباليستية المحمولة جواً. وفي العام 2006 خضعت القاذفة لبعض التعديلات لتهيئتها على حمل منصات إطلاق صواريخ كروز من طراز K-55 التي يمكنها حمل رؤوس حربية تقليدية أو نووية بمدى يصل إلى 3000 كيلومتر. كما شملت التعديلات أنظمة الحرب الإلكترونية وأنظمة التسديد وطلاء الطائرة المشتت لموجات الرادار والمقاوم للعوامل الجوية. وعلى الرغم من أن حمولتها القصوى من الذخائر تتجاوز 40 طناً، إلا أنها تفتقر إلى الأسلحة الدفاعية، وهي بحاجة إلى سرب من الطائرات الاعتراضية لمرافقتها عند دخولها أي مجال جوي غير آمن. أنظمة القتال والرصد. تعتبر التقنيات والأنظمة الإلكترونية المزودة بالطائرات العسكرية موضوعاً تحيطه هالة من السرية، لكن ما يعرف عن القاذفة المخيفة TU-160 أنها مزودة برادار هجومي خاص بها من طراز أوبزور، وهو مزود بعازل رادوم مختلف عن باقي الرادارات من هذا النوع، كما أن الطائرة مزودة برادار سبوكا الذي يمنح الطائرة القدرة على التحليق أوتوماتيكياً على ارتفاع منخفض وتتبع التضاريس الأرضية، كما تضم الطائرة موجهة قنابل إلكترونية وبصرية، إضافة إلى وحدة حرب إلكترونية متكاملة دفاعية وهجومية في نفس الوقت. التاريخ القتالي للبجعة البيضاء.
دخل تيو 160 في الخدمة منذ العام 1982 وشاركت إلى جانب سلاح الجو السوفيتي والروسي من بعده في كل الحروب منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. أبرز مشاركتها في حرب الشيشان الأولى والثانية وحرب أفغانستان عام 1987 وحرب شبه جزيرة القرم عام 2014 وحرب نظام بشار الأسد ضد الثورة السورية منذ العام 2015 وفي الغزو الروسي لأوكرانيا. وشنت البجعة البيضاء هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف وأطلقت خلاله صواريخ خامئة وواحد من على بعد حوالي 550 كيلومترا من فوق منطقة بحر قزوين. ولم ينشر بوتين قاذفته بأعداد كبيرة فوق أوكرانيا بسبب الخوف من احتمال إسقاطها. القاذفات الأمريكية المنافسة لها. صنع السوفيات قاذفة تو 160 رداً على تطوير الولايات المتحدة لقاذفتها بعيدة المدى من طراز بي 1 لانسر، ورغم التشابه بين الطائرتين في الشكل إلا أن طائرة تو 160 تختلف بشكل جذري عن الطائرة الأمريكية، حيث صممت القاذفة الروسية لتكون منصة إطلاق صاروخي مستقلة، كما أنها أسرع وأكبر وذات مدى أطول. القاذفة الأمريكية بي 1 لانسر برزت في القرن الماضي كقاذفة نووية إبان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي، لكن أصبحت لاحقاً مقاتلة تقليدية تحمل الذخائر بقدرات هائلة، واستخدمت على نطاق واسع في الدعم الجوي القريب ومهام القصف التكتيكي. ورغم تصميمها في سبعينيات القرن الماضي إلا أنها دخلت الخدمة في القوة الجوية للولايات المتحدة عام 1985 وأجريت عليها تغييرات جوهرية ستمكنها من الطيران وتنفيذ العمليات الصعبة حتى عام 2040. تحمل القاذفة الأمريكية 84 قنبلة بزنة 50 رطل أو 24 قنبلة للأغراض العامة بزنة 2000 رطل ومثل ذلك من الألغام البحرية، إضافة إلى 30 ذخيرة عنقودية أو 30 قاذفة ذخيرة مصححة بالرياح. قاذفة بي 52 الأمريكية. من أثقل القاذفات الأمريكية التي تنافس البجعة الروسية في الحمولة التسليحية، دخلت الخدمة عام 1952 وتتميز بأجنحة تقليدية نصف متحركة، ويبلغ طاقمها 8 أفراد، وعن أبعادها فيبلغ طولها 48 متراً وبعرض 15.6 متر، وبارتفاع يبلغ 12.5 متر. بلغ وزنها 160 طناً فارغة و 270 طناً عند أقصى حمولة، وتختلف هذه المواصفات بعض شيء بين الإصدارات التسع من الطائرة بي 52. تتسع بـ 52 إلى 48 قنبلة متعددة الأغراض بوزن إجمالي يصل إلى 48 طناً، إضافة إلى قدرتها على تعليق 8 قنابل أسفل الأجنحة بوزن يصل إلى 12 طناً، وبعض الإصدارات منها مزودة بمنصات إطلاق الصاروخ الجوال توماهوك. كما يمكنها حمل 8 صواريخ مضادة للطائرات من طراز AIM 120 والتي يصل مداها إلى 50 كيلومتراً كنظام دفاعي إلى جانب أنظمة التشويش والتخفي ومدافع البالونات النارية، كما أنها مزودة بنظام رادار جوي يصل مداه إلى 700 كيلومتر يمكنه رصد الأهداف المعادية وطلب تدخل من القواعد الأرضية أو الطائرات الحربية في مواجهة الأخطار المحتملة. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك هل تتفوق القاذفات الأمريكية بـ 52 وبـ 1 على البجعة البيضاء الروسية؟